وفي الحركية التنموية 62% هي نسبة الربط بغاز المدينة بولاية البويرة. هذه هي الولاية التي تدعمت اليوم بربط أزيد من 1000 سكن في بلديات نائية أبرزها عين الحجر وعين الطرق. المزيد مع رامي عامر. 1043 عائلة استفادت من الربط بشبكات الغاز الطبيعي اليوم ب8 تجمعات سكانية نائية بولاية البويرة. البارز في الأمر انعكاس الربط على المؤسسات التربوية. الاستراتيجية هذه أدت لنا غاز جديد، وغاز هذه يؤدي إلى تدفئة جيدة، وبالنسبة للتدفئة هذه الجيدة تؤدي للتلميذ يقراحته. في الضربة يكتع الثلج على نحطب بس كل قلعة باش تجيبها تطول، واليوم الحمد لله اليوم الناس كما قال يتهنى والشعب يتهنى من القنفين تاع القلعة هذيك في الدوحط. البرنامج الخماسي 2010-2014 مستمر ويرفع من نسبة التغطية بالولاية. بهذا التشغيل يوصل عدد نسبة التموين بالغاز أو الإيصال بالغاز حوالي 65% على مستوى الولاية، وبعدد المشتركين أو المنازل الموصولة تفوق 78,000 منزل. هناك برنامج كذلك طموح جدا، هو البرنامج 2010-2014 اللي يضم فتياته أكثر من 20,000 مسكن. الخماسي الحالي يركز على ربط المناطق الريفية والتجمعات السكانية بعد أن استفادت الدوائر ومقرات البلديات خلال الخماسي الفارط.